حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم فيه أهم ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم بليغ صلادين وفي محادثاتنا الرئيسة اليوم. أحداث يوم الأرض في 30 آذار خلفت عشرات القتلى والجرحى، وخلفت أيضا ردود فعل متنوعة في الشارع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي على مواقع التواصل الاجتماعي. مسألة طالبي اللجوء في إسرائيل تعود من جديد لتغزو الشبكة بعد إلغاء اتفاقية ترحيلهم من البلاد، ومن ثم إعادة النظر في الموضوع من قبل رئيس الوزراء نتنياهو. سيشاركني في الحديث عن هذه المواضيع الرئيسة زميلي الصحفي في I24 News خليل أديب. أهلا بك خليل. وبعد هذه المحادثات الرئيسة سنذهب إلى فقرة مخترات الشبكة لكي نعرض لكم أهم الوسوم والمنشورات التي تداولها رواد الشبكة في الأسبوع الأخير، منهينا برنامجنا كما هي العادة مع فقرة الأشرطة المصورة الأكثر رواجا في هذه الأيام. من هنا لنبدأ مع حديثنا الأول. في 30 آذار في كل سنة يحيي أبناء الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض، وفي هذه السنة على حدود إسرائيل غزة اندلعت المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين. لقي 16 شخصا من المتظاهرين الفلسطينيين حتفهم بينما أصيب المئات، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل والعالم العربي بأشرطة مصورة ومنشورات متباينة حول الموضوع. بالإضافة إلى الأحداث على الحدود، لحقت أيضا المشاكل في مسيرة يوم الأرض في مدينة عرابة الجليلية، والسبب رفع أعلام المعارضة السورية أمام أعلام النظام السوري. لنشاهد أولا ما حدث في مدينة عرابة. إذن يعني رأينا ماذا حدث في عرابة، ولكن يعني لحظة قبل أن نتطرق إلى ما حدث في مدينة عرابة ومسيرة يوم الأرض، مسيرة يوم الأرض التي كانت في غزة الرئيسة، ماذا كانت ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي من الشارع الفلسطيني بشكل عام؟ بالتأكيد كان هنالك تضامن واسع من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في تويتر وفي فيسبوك، وأيضا في الداخل الفلسطيني في أراضي 48، وأيضا في خارج هذه الأراضي في عدة دول أخرى أيضا عربية. كان هنالك تضامن واسع لجميع القتلى الذين لربما قتلوا في هذه المسيرة من قبل جنود الإسرائيليين والقناصة الإسرائيلية التي لربما اصطفت هناك في محاولة لصد هؤلاء الشعب. نعم، رأينا يعني العديد من المنشورات خليل حول هذا الموضوع، وكان أحد المنشورات يتحدث عن صورة لطفل فلسطيني الذي قام باختراع كمامة مع بصل، وهذا الطفل الفلسطيني أيضا يعني تم هناك مقابلات معه في قنوات عديدة، وأيضا إسماعيل هنية قام باستضافة هذا الطفل الفلسطيني. يعني هل يعني هذا الضجة حول صورة الطفل الفلسطيني مع الجنود الإسرائيليين هو بكبير، وصورة الجنود الإسرائيليين بصغير، يعني ماذا هذا توحي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد توحي لهم الكثير، ليس فقط هذا الطفل الذي اخترع لربما الكمامة مع البصل لتفادي رائحة الغاز المسيل للدموع أو الذي يسبب الاختناق للمتظاهرين في هذه المسيرة، لربما أيضا هناك اختراعات أخرى لتفادي القناصة الإسرائيلية. أيضا هناك توجد المرآة التي يعكسون بها أشعة الشمس على القناصة حتى لا يطلقون النار، وأيضا هناك حرق للإطارات السيارات لإشعال الدخان أيضا لتفادي أيضا هذه القناصة الإسرائيلية. نعم، يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي دائما يعني يحبون هذه الأشياء لكي يعني يصنعوا ضجة حولها. وكان هناك أيضا تعليقات من الشارع الإسرائيلي طبعا حول الموضوع، يعني في أسف مظاهرة التي كانت متواجدة بها عضو الكنيسة عيدة توما، أحد المعلقين علق على هذه المظاهرة، كتب يوناتان دهان، كتب: دعونا نتظاهر أين تقع الأخطاء الحقيقية على الحدود السورية، حيث تقتل الأبرياء والنساء الأبرياء ويقتل المدنيون الأبرياء، وقد أثبت التاريخ أن هذه الأمور أسوأ من أعدائنا في إمكانياتهم التدميرية. يعني نرى هنا أن الشارع الإسرائيلي دائما يبحث عن مبرر لهذه
لماذا يفعل الجيش الإسرائيلي. بالتأكيد أيضا وهناك أيضا تبريرات من قبل الجيش الإسرائيلي حيث أنه اتهم لربما حركة حماس أنها تريد إدخال المتظاهرين عبر الحدود لإسرائيل لربما لضعضعة الأمن الإسرائيلي أو هناك محاولة نعم. لخطر لا نملك العديد من الوقت يعني. أيضا كان هناك تعليقات حول الموضوع الذي تحدثنا عنه في البداية موضوع رفع العلم السوري مقابل علم المعارضة، ماذا كان هناك ردود فعل من مواقع التواصل؟ أكيد هنالك انقسام في الرأي العام على المستوى العربي في إسرائيل ما بين من يؤيد المعارضة ومن يؤيد النظام، لكن مسيرة يوم الأرض في عرابة كانت مسيرة للشعب الفلسطيني لربما دعنا نقول رفع العلم كان غير لربما غير نعم وكان هناك من منشورات حول هذا الموضوع التي تقول يعني لماذا نرفع علم السوري نحن في مظاهرة لفلسطين وهذا ما قمنا به، هل كان هناك منشورات من قادة في المجتمع العربي؟ بالضبط كان هناك منشور للشيخ كمال خطيب لربما حيث اتهم او اتهم الفئة التي رفعت هذا العلم انها تؤيد قتل الاطفال وربما قتل الناس في سوريا ومع انها تقف في مسيرة لضمن لتتضامن مع القتلى الذين سقطوا في اسرائيل الفلسطينيين. نعم يعني هذا موضوع آخر لكي يعني لا يكفي المواضيع التي نحن نتحدث عنها الآن وكان يعني من لا أعلم لماذا يعني كان هناك أيضا عن موضوع سوريا في مسيرة للفلسطينيين. شكرا لك ستبقى معي للموضوع التالي عن موضوع اللاجئين أو طالبي اللجوء في إسرائيل. مسألة طالبي اللجوء أو ما يسميهن اليمين الإسرائيلي بالمتسللين عادت لتملأ صفحات فيسبوك وتويتر في الشارع الإسرائيلي، فبعد أن تم الإعلان عن إلغاء القرار بترحيل طالبي اللجوء وبدأت منظمات اليسار وحركات الرافضة لقرار الترحيل وبدء المنشورات الفرحة بهذا القرار، عاد نتنياهو وتراجع عنه بعد الضغط من الأحزاب اليمينية وحركات عديدة. لنشاهد أولا ماذا قال نتنياهو في شريط مصور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك. أنا أريد أن أخرج كل المتسللين، لذلك أحضرت اتفاقية لإخراجهم إلى دولة من العالم الثالث، لكن أحيانا تحدث مفاجآت. الدولة الثالثة لم تستطع أن تقف تحت الضغوطات وتركت الاتفاقية، لذلك احتجت أن أحضر اتفاقية جديدة أفضل تخرج 16,000 شخص بحيث الاتفاق السابق كان فقط 14,000. أولئك الذين سيبقون هنا يبقون لفترة مؤقتة للخمس سنين القريبة. من ناحية هذا أيضا ليس نهاية الموضوع، لكننا سنخرجهم من جنوب تل أبيب ونأخذهم للمدن الكوبتسيم والقرى حتى لا يقع كل العبء على الحارات الضعيفة، والأموال التي سنوفرها سنستثمرها لإعادة بناء جنوب تل أبيب. هذه هي الحقائق من الضروري أن تعرفوها. نعم يعني خليل نحن نعلم أنك كنت في مظاهرة وقمت بتغطية إحدى المظاهرات عن هذا الموضوع، ماذا حدث هناك؟ رأينا لربما الظلم أو القهر الذي يعاني منه طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين على حد سواء. هم قد قدموا إلى إسرائيل هربا لربما من بلادهم بسبب الأمن أو بسبب الحروبات التي تعاني منها هذه البلاد، قدموا لإسرائيل لربما للعيش بأمن وسلام وللعمل ولمستقبل أفضل، ولكن تفاجأوا أن إسرائيل لا تريدهم. نعم هذا هو. من ناحية أخرى يعني كانت هناك ردود فعل حول الموضوع متباينة طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الناشط ألون لي جرين بعد أن قام بالإعلان بمنشور كبير الذي قال فيه أنا فرح جدا لأننا انتصرنا في هذا النضال يعني تجاه هؤلاء الأشخاص، عاد وكتب منشور آخر بعد إعلان نتنياهو أنه يعني لا زال غير يعني لم يقرر بالنسبة لهذه الاتفاقية. كتب ألون لي جرين: بيبي يتعرق ويتلوى الآن في المؤتمر الصحفي الحكومي، إنه يحاول أن يقول لنا أن هذا الانتصار شخصي له ولحكومته، عندما تكون الحقيقة في الواقع هي عكس ذلك تماما. لقد انهارت الحكومة وفشلت وفزنا، وليس مجرد نصر نصر تاريخي. هل هذا فعلا نصر لهذه الحركات؟ دعنا نوضح الأمور كالتالي. الأحزاب اليمينية في إسرائيل تريد إخراج كافة المتسللين الغير شرعيين الذين تسميهم طالبي اللجوء من إسرائيل،
ولكن الأحزاب اليسارية تريد الاحتفاظ ببعض هؤلاء الطالبي اللجوء هنا في إسرائيل، لذلك كان هنالك الصراع ولربما الانقسام في الرأي العام بين مؤيد لهذا الاتفاق وبين معارض له. دائما الجمعيات الحقوقية التي تدعم طالبي اللجوء كانت في صف المعارضة ضد أي مخطط ينوي ترحيل هؤلاء الطالبين. نعم، ولكن يعني رأينا أن متابعي نتنياهو ومتابعي الصفحات اليمينية يعني ما زالوا غير واعيين كفاية لمسألة ماذا يحصل في السلطة وماذا يقوم بفعل نتنياهو. يعني إيدي عزرا كتب في إحدى الصفحات على هذا الشريط المصور هذا القرار، كتب: أيها الأصدقاء، إذ لم تفهموا سوف يأخذهم من الكيبوتسات لهذول الأشخاص والقرى الصغيرة حيث يجلسون ويعيشون مع اليساريون ثم يكسرون هدوءهم، وبعد ذلك سوف تسمعون اليسار يتظاهر لقمعهم. ماذا لم تفهموا في هذه الاستراتيجية البسيطة؟ ليس هذا فقط، أيضا لربما أيضا نتنياهو ألغى هذه القرارات لأنه لا يجد دولة ثالثة تريد الموافقة على ترحيل طالب اللجوء إليها بالقوة. أيضا أوغندا وأوراندا صرحوا وبينوا أنهم لم يكن هناك اتفاق ما بينهم وبين دولة إسرائيل بسبب لهذا الترحيل لربما الذي وصفوه الجمعية الحقوقية بالقسري. فلذلك كان هناك أيضا وعي، يعني ليس كل اليمين هو مع نتنياهو بكل حال. يعني إحدى التعليقات التي رأيته كان خايم أفيتان الذي كتب: بيبي أنت لا تستحق حب الناس، أنت تتذاكى علينا، الليكود الآن لا يساوي شيئا، إذا انضم فليجن مع ابن آري لن تكون هناك ذاكرة لليكود في صندوق الاقتراع، لا يوجد ذكر لليكود آسف في صندوق الاقتراع، لا يوجد أحد في العالم سيفوز بالروح اليهودية، أنت لا شكر لك. يعني نرى أن هناك أيضا وعي، وأيضا هنالك أيضا لربما جلبة في المقابلة التي قبلت لمفوض في شرطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث قال أنه علم بإلغاء الاتفاق ما بين الأمم المتحدة ودولة إسرائيل عن طريق وسائل الإعلام، فهذا حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط. نعم خليل أديب، شكرا لك على تواجدك معنا في هذه المواضيع الرئيسة. ننتقل الآن إلى فقرة مختارات الشبكة. فقرة مختارات الشبكة نفتتحها مع تصريحات نتنياهو أردوغان من الأسبوع الأخير. فبعد أن كان قد هاجم الرئيس التركي نظيره الإسرائيلي على خلفية أحداث يوم الأرض يوم الجمعة الأخير، رد عليه نتنياهو بسلسلة من التغريدات. لنشاهد أولا ما قال أردوغان. يا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس لدينا عار الغزو، أنتم الغزاة، فأنت تحتل تلك الأراضي كغاز، وفي الوقت نفسه أنت إرهابي. يا نتنياهو أنت ضعيف وغريب جدا، أولا ألجم نفسك، نحن نتعامل مع الإرهابيين لكنك لا تهتم بالإرهابيين، لأن بلدكم دولة إرهابية، وكدولة إرهابية من الواضح ما فعلته في غزة وما فعلته في القدس، لا أحد يحبك حقا في هذا العالم. بعد انتشار هذا المقطع كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفحته الرسمية في تويتر: أكثر جيوش العالم أخلاقية لن يقبل دروسا في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات طويلة، يبدو أن هكذا يحيون فيه في أنقرة ذكرى كذبة أول إبريل. فرد عليه أيمن صلاح قائلا: من يرسل جيشا كاملا لاعتقال أطفال فهذا لا يعرف الإنسانية، مكان ما يجعل من الأطفال أشلاء ممزقة أمثالكم فهذا دليل على أنكم أكثر الناس تعطشا للدم، من يؤسس كيانا على أرض ليست له ويقتل أصحاب الأرض ويشردهم خارج وطنهم فهذا يكون أكثر الخلق بعدا عن الأخلاق. ليعود نتنياهو ويغرد مجددا عن نفس الموضوع كاتبا: أردوغان ليس متعودا على أن يتم الرد على تصريحاته، يجب أن يبدأ بالاعتياد على ذلك، من يحتل شمال قبرص ويغزو المناطق الكردية ويذبح المدنيين في عفرين فلا يعظ لنا عن القيم والأخلاق. نبقى في إسرائيل وشريط مصور انتشر بشكل واسع لسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان وهو يبارك قدوم عيد الفصح اليهودي في الحائط الغربي. ننتقل إلى الفاجعة التي حدثت في مدينة أم الفحم فجر يوم الثلاثاء.
والتي وقع ضحيتها إمام مسجد التوحيد الشيخ محمد عبد الغني، فكان قد تعرض لإطلاق النار من قبل مجهولين لحظة خروجه من المسجد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر خدمة سكايب الصحفي ابن أم الفحم يحيى جبرين. مرحبا بك يحيى. تحياتي لك بليغ ولكافة المستمعين. بداية يحيى، حدثنا عن الأجواء التي صاحبت هذا الحادث في المدينة. بالطبع يعني الأجواء في مدينة أم الفحم تكاد أن تكون حزينة، وهي أجواء حداد إثر جريمة القتل التي وقعت وحصدت روح إمام مسجد التوحيد محمد غبري. بالطبع لا يكاد أحد يصدق أن الجريمة اخترقت كل الخطوط الحمراء وباتت تستهدف رجال الدين والشيوخ. نعم يعني هي رأينا آراء متباينة في المنشورات والتعليقات حول الموضوع في داخل المجتمع العربي، ماذا كانت أهمها؟ بالطبع يعني موجة غضب تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، البعض يحمل الشرطة المسؤولية، البعض يحمل الأهالي المسؤولية، ردود فعل متباينة لكنها تجمع على أن شرطة إسرائيل هي المذنب الوحيد والمتهم الأساسي في هذه الجريمة لأنها تتخاذل بمكافحة الجرائم. نعم، هل لك أن تقرأ لنا إحدى هذه المنشورات؟ بالطبع يعني مثلا المحامي أحمد أمين الجابر كتب على الفيسبوك: أم الفحم أفلست أخلاقيا ودينيا. أحدهم كتب أن في مدينة أم الفحم يقتل الطبيب ويقتل المعلم ويعتدى عليه. آخر كتب أن الشرطة كعادتها تصدر أوامر حظر نشر، وكعادتها لا تقوم باعتقال مشتبهين ولا تقدم لوائحهم، بالتالي الكل يحمل الشرطة مسؤولية انتشار هذه الجريمة وتفشي هذا السرطان. نعم، ورأينا أنك أنت أيضا قمت بكتابة منشور طويل حول أم الفحم وحول موضوع الجريمة، ما هي في النهاية رسالتك يعني بخصوص هذا الموضوع؟ ما أود قوله بليغ بهذا الشأن أن أوجه رسالة إلى عدة جهات. أولا إلى شرطة إسرائيل بأن تأخذ دورها اللازم في مكافحة هذه الجريمة، وأن تقوم باعتقال المشتبهين وحتى بتقديم لوائح الاتهام وعدم التنازل عن هذا الأمر. وعلى الأهالي تربية أبنائهم تربية صحيحة وسليمة، وذلك لينشأ عندنا مجتمع صحي وسليم خالي من أي مشاكل. نعم، شكرا لك. وكذلك إقامة وتنظيم حملات توعوية بالطبيعة. طبيعي جدا، شكرا لك يحيى على تواجدك معنا وعلى هذه المداخلة من مدينة أم الفحم. من هنا إلى الموضوع التالي، ماذا سيحدث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركة أمازون؟ هذه الشركة كان قد توعد لها ترامب من قبل الانتخابات، والآن يغرد بخصوصها قائلا: لقد ذكرت اهتمامي بأمازون قبل فترة طويلة من الانتخابات، على عكس الآخرين فأمازون يدفعون ضرائب قليلة أو بدون ضرائب على حكومات الولايات المتحدة والحكومات المحلية، ويستخدمون نظامنا البريدي مما يتسبب في خسائر فادحة للولايات المتحدة ويخرجون الآلاف من تجار التجزئة. هذه التغريدة وغيرها قال رئيس أمازون أنها ستعود بخسائر كبيرة للشركة. من الولايات المتحدة إلى السعودية، انتشار هاشتاغ أنقذوا معنفة أباها في السعودية بعد انتشار شريط مصور تصعب مشاهدته لصراخ امرأة تعنف من قبل أباها، لنشاهد هذه المقاطع معا. رسالة لكل البنات: شهادتك ثم شهادتك، شهادتك ثم شهادتك، ثم شهادتك، ثم نفسك، ثم ولا شيء. والله لا ينفعك زوج ولا أب ولا أخ، ما بينفعك إلا نفسك. أما أمل الشمري فكتبت: يجب إخضاع المقبل على الزواج لتحليل المخدرات وكذلك الكشف على حالته النفسية حتى لا تكون الزوجة ضحية لزوجها عشان يعقل وأصبري عشان عيالك. الأنثى لم تخلق علاج للمتعاطي المخدرات ولا مهدئ لمن يعاني من الاعتلالات النفسية. وبالرغم من غرابة الموضوع إلا أنه كان هناك تعليقات داعمة ومبررة لأفعال الأب، فكتب شخص من السعودية: أبوها أو زوجها يأدبها، أنتوا ويش عليكم من الناس، خلوكم بحالكم وانشغلوا بأنفسكم. ونشر أيضا الشيخ المحامي عبد الرحمن اللاحم شريطا مصورا عن الموضوع. قصة المعنفة خديجة أنها كانت ضحية تعنيف متواصل من زوجها أدت إلى أنها أرادت الهرب فسقطت من الدور الثالث وأصيبت بشلل. خديجة ما كانت الضحية الأولى للتعنيف ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك تدخل سريع وحاسم لهذا الملف المقلق والخطير.
وما نلعب على أنفسنا. ملف التعنيف أصبحت ظاهرة، لابد من التدخل السريع، مش القانوني بس وإنما التنفيذي الصارم. نوني هذه الفقرة مع أكثر الأشرطة المصورة التي حركت مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، وهي للطفل الذي تم اعتقاله من مدينة الخليل. فكتب وسام عطل على الموضوع قائلا: أجبن جيش في العالم، كلها جنود جايين عشان طفل عمره 14 سنة، لعنة الله عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيهم وفي كل خاين عديم شرف. وكتب أيضا يسر، كتبت أيضا يسر إصباحي: هكذا تنجب الأمهات رجالا، اصحى تجيب سيرة حدا يما، الأم الفلسطينية وحدة وإن تعدد الأسماء لأولادها. وكتب محمد رضا على فيسبوك أيضا: هلأ بيجوا بيحكوا لك أحسن من سوريا والجيش الإسرائيلي، كثير كيوت وإنساني، قبل تحكي حط حالك مكان أمه لما يجوا يأخذوا ابنها من حضنها بنص الليل. نوني الآن هذه الفقرة مع الشريط المصور للحادثة. محمود يبارك حالك يا حبيبي، حالك يا امه جلال يا امه، مش كما الله يكسركم. فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا عبر صفحات فيسبوك، تويتر ويوتيوب، ننهي عددنا هذا فيها كما هي العادة. نفتتحها مع شريط مصور بإمكانه أن يذكرنا في طفولتنا، وتحديدا في أفلام الكرتون، لنشاهد. فعلا قشعريرة. شريط مصور انتشر بشكل كبير في إسرائيل وأحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار حدث خلال عطلة في مدينة إيلات. وننهي هذا العدد في شريط مصور مضحك انتشر بشكل واسع في الأيام الأخيرة، لنشاهد. يلا عم نمرق نمرق. يعطيك العافية سيدنا الشرطي. أهلين حبيبي. الله يخليك سيدنا الشرطي، شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. أمانة ما كيفك، شاط وطياط كل شيء تمام؟ 100%. الله يخليك، قانوني ولا مش قانوني؟ والله يا ريت كل هالناس زيك يا حبيبي. الله يخليك سيدنا الشرطي. زينة شباب البلد. لأنه القانون تاج نضعه فوق رؤوسنا. يا ريت كل الناس. لحظة خير. شو في شيء أهم من القانون؟ أهم شيء. الله يخليك سيدنا الشرطي. يلا يعطيك العافية سيدنا الشرطي. حبيبنا. سلامات سيدنا الشرطي. عشو مستعجل؟ عايش مستعجل؟ يلا خي امشي. العافية سيدنا الشرطي. مش لسه كنت هون يا حبيبي. الله يخليك سيدنا الشرطي، بس بالامانه بالامانه شفت كيف اعطيته حق الاولويه وانا فايت؟ والله شفت يا عمي، والله امانه قانوني ولا لا؟ ولا قانوني يا حبيبي، والله قانوني. تفضل. الله يسعدك سيدنا، والله انا حق الاولويه بعطيه حتى في البيت، بالبيت معه. الله خي. والله لابوي ومارك من المطبخ فايت على الصالون، انا بوقف مرات بستناه. عظيم يا حبيبي عظيم، بس عندنا شغل هون، بدنا نمشي الشغل. امشي القانون. تحيا القانون، تحيا الدول العربيه، تحيا الثوره. ورجل مفكر حالك بيت مظاهره. خي يلا خي تفضل. يا سيدنا الشرطي ماله بزمرات، يعطيك العافية سيدنا الشرطي. بالأمان شوف كيف اعطيت اشاره وانا فايت يا عمي، شفت انك اعطيت اشاره، فيش غيرك اعطى اشاره بالبلد. لا بس والله انا اعطيت اشاره وفت على مصاري بالضبط، يعني هاي اساتذه السواقه ما بتجيبها من اول مره زيي والله العظيم. طب يلا خي يلا، بس اماني قانوني ولا مش قانوني؟ ولا قانوني، بمطلب لك بالعسل انك قانوني، بس امشي. الله يخليك، على الشهاده منك سيدنا. امشي بالأمان شوفير، بس ولا لا بالأمان احكي لي اياها انت. احسن شوفير شفته بحياتي. احسن شوفير، احسن شوفير. الله يخليك. طب كلن الاضلاق، كل مين؟ كلن العرصات. قال ايش؟ قال بدينش يعطوني رخصه ليك. قال ابصر شو بتمدش اشاره هون وبتمدش مياه، شوفت عينك. بالأمان شوفير ولا لا حبيبي؟ انت معكش رخصه؟ لا معيش رخصه. بالمره معيش رخصه. وحجج، كان حجج هنا ايش؟ 3 استات عملت وسقطت وابصر شو ظلم دولي فيش فيها ديمقراطيه. انا تعبت سيدنا الشرطي. بالأمان شوفير، بس ولا لا بالأمان احكي لي اياها انت.
لا والله ما لهنش حق بالمره قالوا ما لهنش حق وحجج يا زلمه فيش ديمقراطيه سيدنا الشرطي كله فيش عدل فيش عدل سيدنا الشرطي طب بشرفك بشرفك ما مبين بوليف شو طبعا بشرفك ما مبين بوليف انت سيدنا الشرطي عين وراس مبين حقيقي ولا لا طبعا سيدنا الشرطي انت الشرطي هذا فرق خلص خيا ليش انت مش شرطي لا يا زلمه وايش هاد كله يعني مزيف كله لا شرينا الاوراق هدول ونزلنا وياهم او بتوقف بالناس طب اصرف اصرف من وجهي ولا كيف تحكي مع شرطي ولا اصرف من وجهي ولا هيك تحكي وايلك شو وايلك شو اصرف من وجهي ولا حط لك شو سيدنا الشرطي كان مع هذه الأشرطة المصورة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع على أفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحاتنا في فيسبوك وقناتنا في يوتيوب i24 News Arabic. هناك تستطيعون أن تشاركونا بآرائكم حول المواضيع المطروحة وطبعا طرح مواضيع للحلقات التالية. كان معكم بليغ صلادين. لنا لقاء.